أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة سخرت كامل طاقتها لإعادة أبنائها الموجودين بالسودان سالمين وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال الجلسة العمل لمجلس النواب حيث أكد رئيس المجلس دعم مصر الكامل للشعب السوداني. المصرية لم تألو جهدا منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة. في رعاية أبنائها الموجودين على أرض السودان الشقيق، حيث سخّرت كاملِ كامل طاقاتها لإعادتهم سالمين لوطنهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات في الخرطوم، حيث بدأت تلك الجهود بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه سيادته بانشاء خليه ازمه من وزارات الدفاع والداخليه والخارجيه والهجره وجهاز المخابرات العامه لمتابعه اجلاء المصريين من الاراضي السودانيه ومساعده الدول الصديقه في اجلاء رعاياها بسلام ولم تقف الجهود المصريه عند هذا الحد فدائما بابها مفتوح لكل الاشقاء، فاستقبلت المئات من الاشقاء السودانيين دون تأشيرة مسبقة من خلال معبري ارقين وقسطل البريين. الزميلات والزملاء اعضاء المجلس الموقر، ان مصر شعبا وحكومة ايمانا منها بوحدة التاريخ والمستقبل بينها وبين السودان الشقيق تؤكد على دعمها الكامل للشعب السوداني وحرصها على امنه وامانه وتدعو المجتمع الدولي ان يطلع بدوره تجاه السودان الشقيق بالوقوف جنبا الى جنب مع الشعب السوداني والعمل على تهدئه الاوضاع في هذه المرحله الحاسمه حفظ الله مصر والسودان وشعبيهما الابيين من كل مكروه وسوء